ما فيش قطة يا فرح، اسكتي. على فين؟ جاي اشوف شعبان. مش شعبان هنا. لا احنا متكلمين وهو عارف اني جاي. العنوان غلط. سيب 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 الواد. صلاة. الواد صغير يا ابني، الكلب الواد، الواد اصغر. لا تسمع الكلام، تتكل على الله. خلاص. لا الجزمة، لا الجزمة. كنت فوق يا عم شعبان، يا عم شعبان. يا اسماعيل، انا حنان من اسكندريه. بتاعت اسكندريه مين؟ طرف عم طحان. لا مؤاخذه، عدي يا اسماعيل. طب مش تبلغنا يا عم شعبان؟ معلش يا غالي، صح عليا. ايوه تفضلوا. تفضلوا. تاكلوا بيت بالبسطرمة؟ لا متشكرين. طب اتفضلوا في الأوضة دي، ثواني هدفع البيض. السلام عليكم. تفضل يا حاج. ايه الاسماء يا استاذة؟ استنى ما يخلص عدو وهقولك تفاصيل مع ميدو. انا عايزة اسمي يبقى ليلى راض السيد، والعيال شريف وملك. ماما انا بحب ياسين. وانا كمان بقولك خلي العيال ياسين وفرح كده. يبقى باقي 70,200. ايه؟ ليه؟ انت قلت لي كل اللي مطلوب 70,000. كل 70 لو بلاستيكايه، انما بطاقه بطاقه كلام تاني. يعني ايه؟ قصده حضرتك لو عايزه زي دي بعد التصوير بتستلميها في خلال يومين. ومش انا اخد جنيه زياده. ينفع اقدم بديل العيال في المدارس؟ لا طبعا، دي تأجري بيها عربيه، تشتري بيها خط تليفون. اي مصلحه حكوميه كلابوش. انا عايزه البطاقه اللي هي بجد، بس كتير عليا قوي المبلغ ده يا عم شعبان. ما هو كتير عشان انت طالبه لبن العصفور، واحده ميته جديد وتكون ارمله ويكون عندها عيلين وكمان ولد وبنت، حوار كبير. طب ينفع تاخد المبلغ ده والباقي ابقى اجيبه لك بعدين؟ حاضر، اسال صاحب البطاقه. انت في مدرسة ايه؟ لا انا مش في مدرسة، انا في كلية. ايه؟ ست محترمة، معرفة من زمان. حاضر، هسألها. الباقي امتى؟ مش عارفة. نقسم الباقي على ثلاثة وكل اسبوعين دفعة؟ طب معلش، نقسم الباقي على ثلاثة وكل ثلاث اسابيع دفعة. لا مش هعرف. خلاص اتفقنا. كده كمان مش هعرف يا عم شعبان. دي آخر حاجة وصلت لها معاه، هتتصوري ولا إيه؟ حاضر، هتصور. حاضر. على مال. لا، الضحكة عشان صورة البطاقة تطلع حلوة. Thank you.
تشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.